الدكتور فواز الجدعي المتخصص في القانون الدستوري والمشاهدين الكرام. أنا يعني أعتقد بأن الأستاذ عبد الله العذبة يعني لمن لا يعلم هو من قطر، لكن من أكثر وشد المتابعين للشأن الكويتي والشأنين الكويتي والمصري، متابع يعني بحسب اطلاعنا على ما يكتبه. مسي على الخير. المسي عليك. يمسي عليك دكتور فواز بالخير. أستاذ عبد الله، أزعل إذا قلت أنك ما قريت الاتفاقية الأمنية، يعني الضيفين السابقين ما قروا الاتفاقية الأمنية، هل اطلعت على الاتفاقية الأمنية؟ اطلعت على بعض البنود فيها. جميل. أبو سلمان، ويعني أنا أعتقد أن احنا في زمن زيادة الحريات وليس كبتها، بالإضافة إلى أني أعتقد بأن قادة دول مجلس التعاون وصلوا إلى قناعة بأن الشعوب لا تحمل أي ضغينة عليهم، ولكن أعتقد بأن العقلية الأمنية هناك تغول بعد الربيع العربي، أصبح هناك تغول للعقلية الأمنية، وهناك من يخوف الأنظمة من حرية التعبير، مع أن التاريخ أثبت بأن كبت الرأي العاقل المتزن قد تكون عواقبه غير جيدة على المستقبل. ايضا هناك يعني عطنا في بدايه قبل لا تسترسل الاستاذ عبد الله، عطنا يعني خصوصا وانت يعني من الممنوعين من دخول الكويت كما اسمع، يعني هل هذا صحيح الجزئيه هذه ان ممنوع انت من دخول الكويت؟ انا في الوقت الحالي يعني يمكن اني اعتبر نفسي مواطن في 5 دول، وان شاء الله اكون ايضا مواطن، تتم معاملتي كمواطن في مجلس التعاون لكي نحس نحن الشعوب بان الأنظمة السياسية لا تفرق بيننا والحدود لا تفرق. هذه إجابة دبلوماسية. أستاذ عبد الله، هل أنت ممنوع من دخول الكويت؟ حسب علمي نعم، أنا ممنوع من دخول الكويت، وهذه يعني من العجائب الغريبة، لأن الكويت هي الدولة. هذا قبل الاتفاقية يعني الآن إذا بعد الاتفاقية أبو محمد يعني لا تستبعد قد تطلب، ها، ونستضيفك نتشرف باستضافتك. أنا سعيد أن يعني مواطن غير كويتي الآن يطرح رأي، يعني استشفيت منه أن على الأقل عنده رأي موافق أو معارض. خلنا عشان نكون بوضوح وبحدية كاملة، عبد الله العذبة مؤيد للاتفاقية الأمنية أم نقول أن عبد الله العذبة معارض للاتفاقية الأمنية؟ ننطلق بعدها في الحديث. أنا معارض لبعض بنود الاتفاقية، خصوصا أنك تجد بعض مسؤولي الخليج وليسوا مواطنين عاديين يقومون بالتدخل في شؤون دول أخرى يتحدثون فيها مع أن لهم صفة حكومية معروفة، بل أن بعضهم يتطاول على قبائل الكويت، وفي طبعا هذه القبائل لها امتدادات في أماكن أخرى. فهل ستقوم دول مجلس التعاون بناء على هذه الاتفاقية بطلب هذا المسؤول، وهل سيتم تسليمه؟ أتمنى ألا يحدث تصادم بين الأنظمة بسبب مثل هذه الاتفاقية، لذلك يجب أن تكون الاتفاقية قابلة للنقاش وأنها نسخة غير نهائية. فبشكلها الحالي أنا معارض لهذه الاتفاقية، وأرجو ألا يتحول مجلس التعاون إلى سجن كبير لمواطني مجلس التعاون ويتم منع هذا من دخول هذه الدولة، أو أن فلان يطلب. أنا شخصيا أعتقد بأن هناك أيضا قوانين تمنع تسليم المواطنين، وإذا كانت هناك أي إدانة لهذا الشخص فيجب أن يحاكم في بلده، ويجب أن نحترم ذلك. أما مسألة التسليم والتحويل مجلس التعاون إلى سجن كبير فهذا أمر مرفوض كلية، ولذلك ستجد أن متخصصة هذه الاتفاقية فقط بإسكات مواطن مجلس التعاون. ماذا عن مواطن موجود في بريطانيا؟ هل ستتم ملاحقته أيضا هناك في بريطانيا؟ هل سيقولون البريطاني يسلمون هذا الشخص؟ ماذا لو خرج برلماني بريطاني وهاجم أنظمة مجلس التعاون وطبقة الحكم فيها وعدم حدوث أي إصلاحات؟ أو إعلامي وسخرة من بعض يعني كاميرون أن يسكت هذا أو ذاك؟ هذا الكلام. أستاذ عبد الله، هل تعتقد بأن هذه الاتفاقية وضعت لتطبق فعلا؟ يعني لو طلب عبد الله العذبة من قطر، هل قطر ستسلم الدولة الطالبة عبد الله العذبة؟ القانون في دولة قطر يمنع تسليمي، وأنا أثق يعني بأن دولتي لن تقوم بذلك، وأتمنى ألا تحدث مثل هذه الأمور لكي لا تحدث صدمات. نحن الآن قطر وافقت رسميا أستاذ عبد الله،
وافقت رسميا على الاتفاقيه. واعارض انا قطر حكومه لها رؤاها وطريقه التعاون، لكنني اثق ايضا بان هناك قانون يمنع تسليمي انا كمواطن اذا كان هناك اي مقاضاه، فبامكان الاخرين ان يقومون برفع دعوى قضائيه ضدي في دوله قطر. مره اخرى اؤكد على ان الانظمه لا تحتاج الى مثل هذه الاتفاقيات في زمن تزداد فيه حرية التعبير، وأتمنى ألا يتم ملاحقة فلان أو فلان على تغريدة أو رأي، خصوصا إذا لم يكن به سباق أو يعني ما شابه ذلك، لأن حرية التعبير لا تعني الشتم وغير مقبول. نحن لا نلبس على الآخرين، لكن الرأي يجب أن يبقى. بعض الآراء ناصحة، لكن البعض يعني لا يتحمل أن يكون هناك رأي آخر. لا أريكم إلا ما هذا. هذه يعني أتمنى يعني أن ما يكون عندنا شرطي خليجي يلاحق فلان وفلان ويتحدث باسم الدول وأنا سأعمل وفلان قال لي والحاكم الفلاني قال لي. يجب أن لا يتعدى حجمه وأن يلتزم المسؤولين بذلك قبل المواطنين لكي يكونوا قدوة، وأن تبقى يعني سيادة الدولة محفوظة، سيادة كل دولة على حدة محفوظة. طيب شكرا. في عندك نقطة بتضيفها أستاذ عبد الله؟ لأن الأفق اللي فتحته قبل قليل جميل أرجو يعني ألا يتحول مواطني مجلس التعاون إلى كارهين لمجلس التعاون بسبب مثل هذه الاتفاقيات، وأن تلغى بشكل يعني واضح وصريح. جميل، شكرا لك أستاذ عبد الله العذبة، مدير تحرير جريدة العرب من قطر. النقاط واضحة.